خيول الشوق مسرجة إليهم تبارت حيثما صاروا وهلوا. نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحيي كل باسمه كل بصفته. فليتنافس المتنافسون، كما أشكر الجمعية وعلى رأسهم. ونحن في زمن نكاد ننسى القرآن، في زمن هجران القرآن. الحمد لله قد أحيا هذه السنة، أحيا الله قلبه. إلا من قداما وإن تبدو ما فيه. تشرفت أسرة الجمعية الوطنية للشباب الجزائري المثقف مكتب ولاية يارت بإقامة مسابقة دينية ثقافية تمثلت في أحسن مرتل القرآن الكريم فئة صغار، أحسن مرتل القرآن الكريم فئة كبار، أحسن منشد وأحسن إلقاء الأذان. نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في هذه المسابقة. المخاطرة الأولى هو أن الواحد يقلد تقليد المشايخ الكبار. هنا إذا كانت المسابقة كاملة تقليد، علاه قلت لك مخاطرة؟ لأن السامع وخاصة لجنة التحكيم راح يقارنك بالذي تقلده. لجنة العلوم والثقافة بتنظيم مسابقة دينية ثقافية مع التواصل الاجتماعي فيما تمثلت أحسن منشد، أحسن مرتل القرآن الكريم، أحسن أذان، أحسن فن تشكيلي. مبادرة في وقتها، مبادرة في مسابقة في القرآن الكريم وفي تجويد القرآن الكريم وفي الإنشاد وفي الأذان أيضا، والثلاثة لهم أهمية والإقبال غير العادي، حتى أننا تعجبنا من عدد المتنافسين. شاكر لهم أنهم وضعوا فينا الثقة لإعطاء رأينا وتقويم المشاركات. كانت المستويات تقريبا لا نقول متقاربة، لأن سبحان الله شارك في هذه المسابقة بعض من شارك في مسابقات وطنية ودولية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، نشكر الجمعية الوطنية للشباب المثقف على هذه المبادرة الجميلة اللي كانت صح دعم للشباب بما يخص ولاية تيارت. والحمد لله يا ربي أني كنت من المراتب الأولى وتأهلت للأدوار الوطنية إن شاء الله بربي لتشرف ولاية.